مركبات دي ان شاء الله لازم علشان ابدا حصه النهارده لازم تبقى انت عارفهم زي ما بالظبط اسمك ايه؟ اسمي فلان الفلاني. يبقى لما اجي اقول لك كربونات الحديد رمزها ايه على طول وانا مغمض FeCO3 تمام، يبقى انت كده اللي جاي كله خلاص. ابني معايا بقى دلوقتي وهتشوف. النهارده انا بفنش الباب بتاعي على فكره، معادلات الحديد من اخطر الحاجات في الباب الاول، واستخلاص الحديد من خامات، وهنخلص وهنحل ونشوف الاعوام السابقه جت الاسئله عامله ازاي. دلوقتي الحمد لله كربونات الحديد FeCO3، كبريتات حديد FeSO4. يبقى لما تحب تيجي تذاكر لازم الاول بسم الله توقف دي كده قدامك ولا الورقه دي معاك وتذاكرها كويس قوي. الهيماتايت اكسيد حديد 3، اكسيد حديد 2، اكسيد حديد مختلط، اوكزالات حديد اللي هي COO COO FeE، كلوريد حديد 2 FeCl2، كلوريد حديد 3 FeCl3، هنا كبريتات حديد 3 FeE2SO4 كل 3، كبريتيد الحديد FeS، هيدروكسيد الصوديوم NaOH، هيدروكسيد الامونيوم NH4OH. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى يا سيدي، عنوان الدرس بتاعنا استخلاص الحديد من خاماته. استخلاص الحديد من خاماته، انت النهارده بتتعلم ازاي لو عندك خام تطلع منه الحديد. خامات الحديد دي بتتجمع من باطن الارض، يبقى انت عندك صخره كبيره كده اهو فيها خامات بنسميه خام الحديد. طبعا الحديد لازم تعرف ان الحديد مش موجود بصوره نقيه 100% دي في الطبيعه، ما تسمعش عنها ابدا. يبقى مفيش حاجة اسمها ايه ان انا طلعت من الارض قطعة حديدة صافية اهي نقية، مفيش. امال بنطلع الحديد على ايه؟ حاجة اسمها خامات الحديد. خامات الحديد اللي حضرتك المفروض بتقولها لي بصوت عالي معايا هي اول واحد، قول لي اكسيد حديد 3 رمزه ايه؟ FeE2O3. ليه اسمي دلع كده؟ بنقول عليه الهيما ايه؟ الهيماتايت. واحد كمان قول لي اكسيد حديد مغناطيسي رمزه FeE3O4. دول ايه؟ خام من الخامات اللي بنجيبهم من الارض علشان نطلع منهم الحديد. طب ولما نطلع الحديد نبدا بقى نحطه مع المنجنيز، نحطه مع الصلب، نعمل منه بقى سكك الحديد، ونعمل منه نعمل بيه كل حاجه. طيب قول لي كده اكسيد حديد 3، اكسيد حديد اكسيد حديد 2 رمزه ايه؟ FeO. يبقى اكتبه برده هو كمان، ادي اكسيد حديد 2 اللي هو رمزه FeO. نصيحه مني ليك، عاوز استخلاص الحديد والمعادلات في دماغك لازم الحاجات دي تبقى عارف رموزها كويس. ادي اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3 واكسيد حديد المغناطيسي. تعالى خد كمان واحد، عندك كربونات حديد، الحديد رمزه ايه؟ في الكربونات CO3. يبقى لما اجي اقول لك هنا كربونات حديد هيبقى رمزه FeCO3. طب بقول لك ايه؟ دي بقى عليك اهي جديده، الليمونايت. ايه يا مستر الليمونايت ده؟ بقول لك ايه؟ مليني، ايه رمز اكسيد حديد 3؟ Fe2O3 دوت 3H2O، بحط 3 ميه. يبقى ده رمز الايه؟ الليمونايت. بقى اسمه اكسيد حديد 3 متهدرت. يعني ايه متهدرت؟ يعني بحط له ميه. يبقى ده اكسيد حديد 3 متهدرت. يعني ايه متهدرت؟ يعني بحط له ميه. وده اسمه الليمونايت. شايف الكربونات حديد دي؟ دلعها الواد سيد، بقول عليه السيدرايت. اكسيد حديد 3 الدلع بتاعه هيما، هيماتايت، سيدرايت، ليمونايت. طب والمغناطيسي؟ ماجناتايت. يبقى انا لازم ابقى عارف الاسم الكيميائي من الاسم الشائع. قول يا عبد الله.
لسه بقول لك لازم تبقى عارف الاسم الشائع والاسم الكيميائي. يعني لازم تبقى لما اجي اقول لك كربونات حديد يبقى FeCO3 واسمه السيدرايت. اجي اقول لك المغناطايت اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو FE3O4. واصله؟ بيسال يا مستر فيهم، بيسال فيهم. المهم يا سيدي ان احنا دلوقتي نستخلص، ناخد الحديد من الايه؟ من الخام بتاعه. طب انت الخامات زي ما انت شايف هو 1 2 3 وعندك الامونايت، انا عاوز اجيب الحديد اعمل ايه؟ بص معايا 3 خطوات. وخلي بالك ان المخطط ده بيبقى موجود في اي مصنع حديد. ليه يعني؟ ما انت دلوقتي اي مصنع حديد بيعمل ايه؟ بياخد الخام يقوم يطلع الحديد ويبدا يصنع. يبقى هو محتاج ان هو يمسك الخام ويعرف الدنيا ماشيه ازاي. بيتم بال3 طرق دول. ركز بقى معايا. 1، وهتشوف كميه اسئله في السنين اللي فاتت جت ازاي على الجزء ده. 2 3. اول حاجه بعمل عمليه تجهيز. تجهيز لمين؟ للخام، للخام اللي احنا جبناه ان شاء الله من باطن الارض ده نبدا نجهزه. بعد ما نجهزه هنعمل له عمليه اختزال. بعد ما نختزله هنعمل له عمليه انتاج. جميل، ماشي. عاوز تقول ايه كمان؟ بص يا سيدي، ادي التجهيز اهو. قال لك التجهيز بنجهزه بطريقتين. حاجه اسمها تجهيز الخواص الفيزيائيه وتجهيز الخواص الكيميائيه. يبقى انا بجهز الحاجه فيزيائيا وكيميائيا. طب ده معناه ايه وده معناه ايه او بيتم ازاي؟ تعال نشوف على السبوره. يبقى هنا كده تجهيز الخام فيزيائيا وكيميائيا. جميل. بعدين يعني قال لك يا سيدي تجهيز الخام ده فيزيائيا بيتم ب3 طرق. 1 2 3. بعمل عملية اسمها عملية تكسير، بعمل عملية تلبيد، بعمل عملية تركيز. يعني ايه الكلام ده؟ بص، ته. التكسير والتلبيد والتركيز هي عمليات تحسين الخواص الفيزيائية. يبقى هنا بعمل تحسين الخواص الفيزيائية، وهنا تحسين الخواص الكيميائية. وطبعا هيتوزع عليك البوستر بتاعه، كل ده موجود معاك في البوستر. عينك ودماغك معايا. يعني ايه بقى تكسير وتلبيد وتركيز؟ حضرتك يا سيدي جبت الخام صخرة كبيرة، هندخلها في الفرن ولا هندخلها في المصنع ازاي؟ يبقى بعمل لها عملية تكسير. يعني ايه تكسير؟ خلاصة بتقول لك الكبير يصغر، يعني الحجم الكبير يبقى الحجم صغير. اهو الكبير يصغر بس. شكرا. التلبيد الصغير يكبر. يعني ايه؟ حضرتك لو انت جبت شوية سكر وطحنتهم، مش ساعات بيطلع بودر سكر معاك؟ لو انت جمعت بودر السكر ده مع بعضه مع بعضه هيدي لك جزء كبير. يبقى التلبيد ان انا بجمع حبيبات الحديد الناعمة او الناتجة من عملية التكسير، ويطلع لك شوية حديد كده. ما احنا مش عاوزين نخسر، نبقى نجمعه بحيث يبقى الحجم ده مناسب لعملية الاختزال. ما احنا هدفنا حاجة واحدة، اي تجهيز بنعمله عشان نجهز الدنيا لعملية الاختزال اللي هي المرحلة رقم 2. يبقى هنا التلبيد ادي الصغير يقوم يعمل ايه؟ يكبر. ومش اي حجم، الحجم المناسب لعملية الايه؟ الاختزال. جميل. ايه تاني؟ التركيز بقى. ايه التركيز ده؟ قالك يا سيدي التركيز ده هدفه حاجتين. ركز في الخريطة الذهنية اللي بنظبطها. أول حاجة بنعملها فصل الشوائب. فصل الإيه؟ الشوائب. ببدأ أفصلها. تاني حاجة زيادة نسبة الحديد في الخام.
يعني ايه؟ يعني بزود نسبة الحديد في الخام اللي معايا. هو انت مش دلوقتي لما بتبدأ تتخلص من الشوائي وبتبدأ تزبط الخام بتاعك مش كده الحديد بيبدأ يظهر اللي احنا محتاجين نختزله؟ يبقى دي عملية التركيز. طب واحنا بنعمل التركيز ازاي؟ قالك يا سيدي بنتم بثلاث حاجات. يبقى هنعمل التركيز بثلاث، ادي واحد اتنين تلات. واحد بالتوتر السطحي، اتنين بالفصل المغناطيسي. يعني ايه مستر الفصل المغناطيسي؟ ما انت عندك لو شوية رمل وحديد عاوز تفصل الرمل عن الحديد، ما انت هتستخدم المغناطيس تجمع الحديد وتفصل الرمل. يبقى انت زودت الحديد او زبطت الحديد، جهزت الحديد، حسنت الخواص الفيزيائية. طيب وتالت حاجة بالفصل الكهربي. سؤال السنة اللي قبل اللي فاتت جه قال لك ايه؟ ضمن عمليات تحسين الخواص الفيزيائية التي تعمل على زيادة نسبة الحديد في الخام، واداله اختيارات. الاختيارات ايه هي بقى؟ التكسير، التلبيد، التوتر السطحي. ليه التوتر؟ ليه ما جابلكش التركيز؟ ما جابلك حاجه من ريحته. هو مش التركيز ده بيتم بالتوتر السطحي؟ يبقى لو جابلك في الامتحان توتر السطحي او الفصل الكهربي او الفصل المغناطيسي، ما هي هي التركيز، وهم هم تحسين الخواص الفيزيائيه. حته فنيات بقى. يعني ايه فنيات؟ فنيات كده ازاي تحل شويه حاجات تخلي بالك منها. واحد، جزء الفنيات ده هتكلم على حتة هنا ليها علاقة بالكتلة بالحجم والمساحة. يعني ايه الكلام ده؟ بص بقى، لما اجي اقول لك عملية التكسير والتلبيد، هل دي بعمل فيها تغير في كتلة الخام؟ الاجابة لا. فهمني افهمك. دلوقتي انا جبت الخام بتاعي يا سيدي، جبت مثلا كيلو حد، خلينا نتكلم على كيلو خام. جبت كيلو خام ماشي، قمت كسرته. هو مش برضو كيلو ولا ايه؟ بس بدل ما هو لمم نفسه وسعته، يبقى كتلة الخام ولا بتزيد ولا بتقل، يبقى كتلة ايه؟ ثابت. ده سواء التكسير او التلبيد. يبقى التكسير والتلبيد بعمل ايه؟ لا يحدث تغير في كتلة الخام. طب تعالى هنا بقى في التركيز، بتحدث تغير في كتلة الخام. ليه؟ ما انت فصلت الشوائب. انا جبت كيلو الحديد اللي معايا وفصلت منه شوية حاجات شوائب، مش كده الكتلة بتبدأ تتغير؟ يبقى الكتلة بتقل ولا بتزيد؟ يبقى هنا بتقل كتلة الخام، وتخلي بالك منها قوي. صعبة؟ طيب نخش على تحسين الخواص الكيميائية. تحسين الخواص الكيميائية ودي بتتم بطريقة واحدة اسمها التحميص. اسمها الايه؟ التحميص. ايه التحميص ده بقى ان شاء الله؟ التحميص ده من اسمه بحمص الحاجه، بتخلص من الرطوبه. يعني لو انت عندك في ميه في الخام بتاعنا نقوم ايه؟ متخلصين ايه؟ منها. يبقى بتخلص من الرطوبه. ايه تاني؟ يبقى التحميص ده هدفه حاجتين اهو، واحد التخلص من الرطوبه، اتنين زيادة نسبة الحديد في الخام. لا اقف بقى يا مستر، اقف لي وقفة هنا. هنا زيادة نسبة الحديد وهنا زيادة نسبة الحديد، بس ده تحسين خواص كيميائية وده تحسين خواص ايه؟ فيزيائية. هنا بعمل حاجة تاني في التحميص، حاجة اسمها اكسدة الشوائب. اكسدة الشوائب. يعني ايه اكسدة الشوائب؟ خلاص بقى، مش انت بدأت تفصلها؟ عاوز بقى اخرجها، بقى عاوز اخرجها، اقوم اعمل لها اكسده، فتقوم تطلع وتخلص منها. ازاي؟ تعالى. قال لك الشوائب يا سيدي عندك نوعين من الشوائب، الفوسفور والكبريت. دول الشوائب اللي هم موجودين في الخام وعاوز اتخلص منهم. دول ايه؟ الشوائب. طب عاوزين نتخلص منهم، اكسدهم. يعني ايه اكسدهم؟ اعمل لهم اكسده. تعالى كده نشوف الاكسده ازاي. ادي المعادلات اهي، ادي يا سيدي الفوسفور زائد الاكسجين سهل، وادي الكبريت زائد الاكسجين سهل. هو انت مش كده عملت لهم اكسده؟ اديني النواتج. هيديني هنا SO2 غاز، يطلع بقى خلاص خد لي الكبريت وجري، الحمد لله خد الشوائب ومشي. طب تعالى هنا، هيدي لك خامس اكسيد الفوسفور. خامس اكسيد الفوسفور غاز، مشي وهرب.
طب يا مستر حسام ما نوزن المعادله. يلا بينا. مش انت هنا عندك فوسفوره واحده طالعه كام؟ 2. اضرب في كام؟ في 2. طيب هنا في كام اكسجينه؟ 2، وهنا 5. احط هنا 5 وهنا 2. 2 في 5 بكام؟ ب10. 2 في 5 ب10. طب الفوسفور بقى كام؟ 4. يبقى خلي دي 4. شكرا، وزنت المعادله بتاعتي. طيب اسالنا. تكفيف الخام يعني التخلص من الرطوبة. تكفيف يعني بنشفه، بتخلص من الرطوبة بتاعته. طيب يبقى كده تجهيز الخام تحسين خواص فيزيائية وإيه وكيميائية. ولازم تخلي بالك إمتى فيزيائي وإمتى كيميائي. كلمة التحميص كيميائي، تلكيز تركيز تلبيد تكسير فيزيائي، وتبقى عارف كل واحدة بتعمل إيه. كده إحنا مسكنا الخام بتاعنا وبدأنا نجهزه، وظبطنا الخواص الفيزيائيه، وظبطنا الحجم بتاعه، وتخلصنا من الشوائب واكسدنا الشوائب، وتخلصنا من الرطوبه، وظبطنا الدنيا تمام التمام عشان نخش على مرحله الايه؟ الاختزال. الاختزال يعني انا باخد ايه بقى؟ خلاص بطلع الحديد بقى، بطلع الحديد. فقال لك يا سيدي الاختزال ده بيتم في فرنين. فرن اسمه الفرن العالي، وفرن اسمه فرن ميدريكس. فرن عالي وفرن ميدريكس. طيب ايه الفرن العالي وفرن ميدريكس ده؟ مش فاهم يعني. بص بقى، في مصانع عندها فرن العالي، وفي مصانع عندها فرن ميدريكس، وفي مصانع عندها الفرنين عاوزه تزود الانتاج بتاعها، وده بيعمل نفس النتيجه بتاع ده. بنعمل فيهم ايه بقى؟ بص بقى احكي لك حاجه جميله كده. قال لك يا سيدي الفرنين دول انا بعتبر الحته دي زي بالظبط السجن. السجن ده مش ليه سجان؟ انت دلوقتي مين اللي هيخش السجن؟ الخام. الخام اللي انت ظبطته دخله السجن، دخلته خلاص يعني دخلته الفرن. هقوم يدخل مع الخام السجان علشان ياخد الحديد من الخام اللي انت دخلته تاني. الخام دخل السجن ومعاه السجان. لحظة واحدة اسمعني للآخر لما اخلصها. الخام دخل الايه؟ السجن ومعاه السجان عشان ياخد منه الايه؟ الحديد. ما انت ما تنساش العنوان، استخلاص الحديد من الخام. الخام دخلته الفرن علشان اخد منه الايه؟ الحديد. طب مين بقى السجان اللي بياخد منه الحديد؟ بقول عليه اسمه العامل المختزل. يبقى العامل المختزل اللي بيمسك الخام ويقوم مطلع منه الايه؟ الحديد. تعال نشوف العامل المختزل ده اسمه ايه. يبقى ده هنا في عامل مختزل، وهنا برضو في عامل مختزل شغال بيمسك الخام ويقوم يطلع منه الحديد. الكلام ده بيحصل فين؟ في الفرن، جوه الفرن، جوه السجن بقى. الخام بقى يتخانق مع العامل المختزل عشان يطلع الحديد. اسالني سؤالك. هو مش المفروض يا مستر الخام ده اللي هو اصلا حديد؟ ما انا قلت لك في اول البدايه الحديد لوحده مش موجود. الحديد لوحده مفيش حديد لوحده، لازم الحديد يبقى في شكل خام. نبدا احنا بقى ناخد الحديد منه ازاي؟ تسلم، عشان ابدا اعمل انتاج للحديد. يعني الخام هو ده حديد؟ لا، ده اسمه اكسيد حديد. انا عاوز الحديد بقى، اقوم عامل الخطوات دي. نكمل. تعال بقى نشوف العامل المختزل هنا اسمه ايه. العامل المختزل هنا اسمه اول اكسيد الكربون. مش سامع اسمه هنا؟ اول اكسيد الكربون ده العامل المختزل، اسمه اهو اول اكسيد الكربون. طيب هنا العامل المختزل بقول عليه اول اكسيد الكربون والهيدروجين اللي هو الغاز الايه؟ المائي. مستر انا سمعت كلمه الغاز المائي دي فين قبل كده؟ اقول لك سمعتها فين قبل كده. فاكر الحديد كعامل حفاز اللي استخدمه فيشر وتروبش اللي حوله الغاز المائي الى وقود سائل؟ ما هو ده كان الغاز المائي اهو. ده
العامل المختزل اللي هيمسك الخام ويطلع منه الحديد. طيب العامل المختزل ده بنجيبه منين؟ ده اسمه ايه قلت لي؟ اول اكسيد الكربون. حرك بقك. ده اسمه ايه؟ اول اكسيد الكربون. وده اول اكسيد الكربون والهيدروجين. تمام؟ قال لك ده بقى بجيبه ده بجيبه من فحم الكوك اللي هو الكربون. يبقى بجيب العامل المختزل اللي هو اول اكسيد الكربون بجيبه منين؟ من فحم الكوك. بجيبه ازاي بقى؟ بص يا سيدي، كربونة زائد اكسجين هيديني ثاني اكسيد الكربون. طب انا عاوز اول اكسيد الكربون يا مستر مش ثاني اكسيد الكربون. بقوم ماسك ثاني اكسيد الكربون وحاطط له كربونايه علشان يديني اول اكسيد الكربون اللي ظاهر قدام حضرتك ده. نعم. مش عاملها لك باللون الاخضر. انا يعني عاملها لك بالخط الاخضر والخط الاكبر. حلوه دي؟ وقع. بص اللي هي دي؟ ادي الكربون زائد الاكسجين هيديني ثاني اكسيد الكربون. انت عاوز اول اكسيد الايه؟ اقوم ماسك اول اكسيد الكربون اللي حضرتك طلعته واقوم حاطط عليه كربونايه علشان يديني اول اكسيد الكربون، يعني عملت عمليه اكسده واختزال علشان انقص الاكسجينه اللي انا مش عاوزها. وصلت؟ هنا بقى الغاز المائي بجيبه منين هو كمان؟ قال لك الغاز المائي بجيبه من الغاز الطبيعي. ايه رمز الغاز الطبيعي؟ اللي هو الميثان اللي هو CH4. جدعة. رمزه CH4 اللي هو رمز الميثان. يبقى بجيب الغاز المائي من الغاز الطبيعي. بص غاز غاز، بجيب الغاز المائي من الغاز الطبيعي. تمام؟ طيب بجيبه ازاي بقى؟ بعمل كده، ادي CH4 زائد مية زائد ثاني اكسيد الكربون يدينا اول غاز المائي. يبقى ده مين؟ الغاز الطبيعي. يبقى انا جبت الغاز المائي من الغاز الطبيعي. حلو ماشي، احنا ماشي جبنا العامل المختزل وجبنا كل حاجه. يلا بقى وريني ازاي الحديد بيخرج. بص معايا بقى كده، هات لي يا باشا رمز، يلا بسرعه كده معايا، رمز اكسيد حديد 3 Fe2O3. تخيل بقى انك مش حافظ الخامات دي. ادي Fe2O3. مره كمان Fe2O3 زائد زائد. بقول لك حط لي العامل المختزل اللي عندك ده، هو مش ده CO؟ وده اللي هو CO زائد H2. لو انا حطيت هنا CO يبقى ده الفرن الايه؟ العالي. طب لو حطيت هنا CO زائد H2 عامل مختزل يبقى فرن ايه؟ ميدريكس. تمام؟ المفروض مين اللي هيطلع هنا؟ الحديد. هو مش هنا العامل المختزل ده داخل عشان ياخد الحديد؟ طلع الحديد اهو، طلع الحديد اهو. يلا النواتج الباقيه، مش ده سي او؟ خد اكسجينه هيطلع ثاني اكسيد الكربون. ده سي او خد اكسجينه هيطلع ثاني اكسيد الكربون. مش دي اتش 2؟ خد اكسجينه هيطلع ميه. اوزن معادلتك، حط لي هنا اي عامل مختزل تحط لي جنبه ثلاثه ثلاثة ثلاثة. مش دي ثلاثة؟ طلعها ثلاثة. هو مش ده ثلاثة سي او؟ طلعها ثلاثة سي او 2. مش دي ثلاثة اتش 2؟ طلعها ثلاثة اتش 2 او. كم خلصت خلاص؟ كم حديدة دول؟ طلع كام؟ حط اتنين. اعمل كده اتوزنت. اللي بعدها حط اتنين، اتنين في اتنين بكام؟ او ما احط اربعة الحديد. عملت ليه اتنين يا مستر؟ عشان الاكسجين يتوزن معايا. وده الفرن الميدريكس وده الفرن العالي. خلي بالك بقى الحته دي، خلي بالك، لازم اي فرن
يكون درجة حرارته اعلى من 700. فرن العالي وفرن ميدريكس لازم تكون الحرارة اعلى من 700، وده اعلى من 700. واصله؟ يلا بقى ردوا علي، عندي كم فرن؟ فرن العالي وفرن الفرن العالي. مين العامل المختزل؟ لا، ما انا بعرف اراه على فكره، انا بعرف اراه سي او اسمه اول اكسيد الكربون. مين هنا العامل المختزل في فرن ميدريكس؟ الغاز المائي، رمزه سي او زائد اتش 2. رد عليا، الغاز المائي بجيبه منين؟ من الغاز الطبيعي. اول اكسيد الكربون بجيبه منين؟ من فحم الكوك اللي هو الكربون. واصله؟ نخش على الانتاج. يبقى كده تجهيز اختزال انتاج. دلوقتي انتاج يعني ايه انتاج يا مستر؟ حضرتك واخد ان المنجنيز، منجنيز والالومنيوم دي كانت عبوات المشروبات الغازيه، والحديد والمنجنيز خطوط السكك الحديديه لانها اصلب من الصلب. طب انا بقى عاوز اعمل بقى، عاوز انتج بقى. انا خلاص الحديد اصلا خدنا معلومه بيقول لك ان الحديد النقي لين طري، اعرف ابني بيه عماير، يبقى لازم بدخل معاه شويه عناصر اخرى. تعال بقى نعمل الانتاج. الانتاج ده يا سيدي هننتج نوعين من الحديد، حديد اسمه الحديد الزهر وحديد اسمه الحديد الصلب. حديد الزهر والحديد الصلب. اللي خدنا السبائك، حتة السبائك، السبائك الحديد الصلب كانت سبيكة بينية، وخدنا انه بيحدث خلط ما بين عنصر الحديد والكربون، الحديد والكربون اداني الحديد الصلب. طب هو الحديد الزهر ده ايه؟ مش عندك اي معلومات، ولكن لازم افيدك بحاجه برضه. حديد الزهر ده هو برضه حديد وكربون، بس نسبه الكربون فيه مختلف عن الحديد الصلب. طب يا مستر الحديد الصلب ده بقى بننتجه فين؟ قال لك بننتجه في ثلاث اماكن. خلي بالك المخطط اللي انت شايفه ده لمم لك يجي 4 5 6 صفح في الكتاب عندك، يبقى لازم نبقى عارفينه من اوله لاخره، وعارفين بيتكلم على ايه والدنيا ماشيه ازاي، عشان تقدر تحل زي ما هتشوف في الاسئله دلوقتي. ادي الحديد الصلب بيتم انتاجه في ثلاث اماكن. واحد، الفرن الكهربي، الفرن المفتوح، المحول الاكسجيني. كل دي امثله الاماكن بنتج فيها الحديد الصلب. طب يا مستر حسام لو سمحت، هو الفرن الكهربي والفرن المفتوح والمحول الاكسجيني دول مالهم؟ قال لك يا سيدي دول اللي ببدا اجيب الحديد وبجيب الكربون علشان اكون الحديد الصلب. يبقى دي افران غير الفرنين دول، الفرنين دول هدفهم يطلع لك الحديد. نفس الحديد الصلب. ما انا بقول لك كل حديد الصلب يتم انتاجه في ثلاث اماكن. شوف انت عندك ايه في مصنعك وشغل. طيب اعمل كده، استخلاص الحديد من خاماته يكون خلصان. طب يا مستر بقى دلوقتي اهو بنعمل مراجعه بسرعه عليه، استخلاص الحديد من خاماته، تجهيز اختزال انتاج. التجهيز تحسين خواص فيزيائيه وكيميائيه. الفيزيائيه كم حاجه؟ 3: تكسير، تلبيد، تركيز. التكسير الكبير يصغر، التلبيد الصغير يكبر، التركيز زياده نسبه الحديد في الخام بالتوتر السطحي والفصل الكهربي والفصل المغناطيسي. خش على تحسين الخواص الكيميائيه، التحميص، والتحميص زياده نسبه الحديد، التخلص من الرطوبه اللي هو تجفيف الخام، واكسده الشوائب. الشوائب عندي اللي هم الكبريت والفوسفور واكسدناهم. خش على الاختزال، الفرن العالي وفرن ميدريكس، وتبقى عارف مين العامل المختزل هنا والعامل المختزل هنا. اكتب معادلتك، هو ده اسمه ايه؟ اكسيد حديد 3. اسمه ايه الدلع بتاعه؟ الهيماتايت. نقوم دخلنا على الانتاج وعرفنا الانتاج عندي حديد الصلب والحديد الايه؟ الزهر. صفحه 48 في كتاب الاسئله على الباب الاول. هتلاقي العنوان من فوق بيقول لك اسئله الامتحانات التجريبيه وامتحانات الاعوام السابقه على الباب الاول. تعال نشوف الاسئله اللي جت على الاعوام السابقه على الجزء ده عامله ازاي. وتشوف المخطط بيخليه يساعدنا ان احنا نحل
ولا لا؟ صفحة 51 السؤال رقم 21 بيقول لك كل مما يلي يمكن إجراءه لخام الحديد قبل مرحلة الأفران. يعني بيقول لك كل ده الاختيارات، كل دول ممكن أعملهم قبل مرحلة الاختزال ما عدا. يبقى أكيد لو لقيت حاجة في الاختزال هي دي اللي هختارها. تعجي تبص في الاختيارات، هل يا ترى رفع نسبة الحديد في الخام؟ ما هو رفع نسبة الحديد في الخام دي بيتم قبل الاختزال. طب التفاعل مع خليط من غاز اول اكسيد الكربون والهيدروجين، ما هي دي عمليه الاختزال. وطالما قال لي ما عدا يبقى هي دي الاجابه. ده جه امتى؟ جه دور اول 2022 السنه اللي فاتت. 22 كل مما يلي يهدف الى تحسين الخواص الفيزيائيه لخام الحديد قبل الاختزال. بص لي كده، كل ده بيهدف الى تحسين الخواص الفيزيائيه اهي قبل الاختزال ما عدا. رقم الف أكسدة الشوائب. هل أكسدة الشوائب تبع تحسين الخواص الفيزيائية ولا تحسين الخواص الكيميائية؟ وطالما قال لك ما عدا يبقى هي دي الإجابة. ده جي تجريبي يونيو 2021 السنة اللي قبل اللي فاتت. سؤال تاني جه دور تاني 2021 بيقول لك إيه؟ كل مما يلي يمكن إجراءه لخام الحديد قبل اختزاله ما عدا. بص ما عدا تاني. كل مما يمكن إجراءه لخام الحديد قبل اختزاله واحد، هل يا ترى تحويل الأحجام التي لا تناسب الاختزال إلى أحجام مناسبة؟ ما هو ده بيتم قبل الاختزال عن طريق إن أنا أعمل التكسير والتلبيد. طيب التفاعل مع غاز أول أكسيد الكربون، هو مش ده الاختزال ذات نفسه؟ هو بيقول لك الاختزال، سؤال اتكرر مرتين أهو. سؤال جه دور تاني 2021 وجه دور أول 2022. تخيل جه السنه اللي قبل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت بنفس الفكره. يبقى هو بيدي لك اربع اختيارات ويقول لك تحسين الخواص الفيزيائيه مثلا ما عدا، ويقوم جايب لك التحميص، يبقى هي دي الاجابه. يجي يقول لك عمليه كل ده بيحصل قبل الاختزال ما عدا، ويقوم رامي لك حته في الاختزال، يبقى لا، يبقى هي دي الاجابه. تعال نشوف سؤال كمان. بيقول لك دور اول 2021 من العمليات الفيزيائيه او باصص هنا التي تمر بها خامات الحديد وتؤدي الى تقليل كتلة الخام، يبقى هي مين؟ التركيز. تيجي تبص على الاختيارات يبقى ما عنديش ولا عندك التحميص والتكسير والتلبيد والتوتر السطحي، يبقى التوتر السطحي. يبقى التوتر السطحي اللي انا هعمل بيه ايه؟ اللي هيؤدي الى تقليل كتلة الخام. طيب اي مما يلي يقوم بنفس الدور في كل من الفرن العالي وفرن ميدريكس. مين اللي متكرر في الاثنين؟ اللي هو السي او اللي هو اول اكسيد الكربون. معادلات الحديد. هبدا اول حاجه مخطط دلوقتي، هرسم لك مخطط هلم لك الدنيا كلها بتاعه الحديد يا سيدي. بس قبل ما ابدا في المخطط لازم تعالى نتكلم مع بعض كده كلمتين حلوين في المعادلات عشان تظبط الدنيا معاك. زي ايه؟ بص بقى، لما اجي اقول لك الحديد زائد الكلور هيديني، اصبر، الكلور ده عامل مؤكسد. العامل المؤكسد بيخلي الحديد يدي كتف بثلاثة. يعني ايه يا مستر يدي كتف بثلاثة؟ يعني بيخلي الحديد تكافؤه ثلاثي. يبقى العامل المؤكسد بيخلي الحديد تكافؤه كام؟ ثلاثي. يبقى لما اجي اكون هنا هيطلع Fe(CL3). كلام جميل. هنوزن كل حاجة، بس انا دلوقتي في مرحلة الفهم بفهمك الدنيا هتمشي ازاي. طيب الحديد اشربه ميه، الميه رمزها H2O، صح؟ هيديني اكسيد حديد مغناطيسي. سمعني بقى رمز اكسيد حديد مغناطيسي، Fe3O4. طيب تعال للحديد اشممه شويه هواء اللي هو الاكسجين، هيديني اكسيد حديد مغناطيسي رمزه Fe3O4. يبقى الحديد مع الكلور كلوريد حديد ثلاثة.
حديد مية حديد مغناطيسي حديد وأكسجين حديد مغناطيسي رمز أكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 تمام. دلوقتي همسك الحديد احنا كده بنعمل شوية شخبطة بنفرش بس دماغنا كده عاملة ازاي وهلم لك الأفكار دي كلها دلوقتي. دلوقتي عندك الحديد اهو زائد الحمض المخفف حمض الهيدروكلوريك رمزه ايه؟ HCl. قال لك الحمض المخفف خفيف على القلب يخلي الحديد يدي كتف باتنين يبقى يخلي الحديد تكافؤه كام؟ ثنائي. يبقى الحمض المخفف خفيف على ايه؟ على القلب فيخلي الحديد يدي كتف باتنين يبقى FeCl زائد مين اللي هتطلع لوحدها؟ يبقى H2 مع وزن المعادلة طبعا بس أنا دلوقتي خلي الوزن دلوقتي أنا بزبط لك الدنيا الأول. يبقى هنا الحديد مع الكلور عامل المؤكسة ده يديني كلورة حديد كام؟ 3. لو حبيت توزنها في ثانيتين أدي الحديد 1 طالع 1 الكلور 2 طالع 3 وخلي بالك من حاجة الوزن بيبقى في الجنب يعني كلمة أوزن يعني بوزن جنب هنا الحاجة بوزن هنا بوزن هنا ها يبقى الوزن ما تكتبش رقم في الايه في العناصر بكتب الوزن هنا اهو. طيب هنا يا سيدي الكلور 3 وهنا 2 يبقى احط هنا 3 وهنا 2 2 في 3 ب 6 2 في 3 ب 6 يبقى الكلور موزون 2 حديد يبقى 2 ايه حديد يبقى الوزن ايه هنظبطها تمام بس انا عاوزك تفهم الاول ان العامل المؤكسد هيخلي الحديد يدي كتف بكام؟ طيب الحمض المخفف هيخلي الحديد يدي كتف بكام؟ عشان هو خفيف على الايه؟ على القلب عامل مختزن. طيب الحديد مع الميه حديد ايه؟ مغناطيسي. تسلم مغناطيسي. حديد مع الاكسجين حديد ايه؟ مغناطيسي. تسلم جميل قوي. طيب واحده تاني Fe زائد H2SO4 مخفف يبقى طالما حمض خلي بالك الحمض يعني اقوله H يا عبد الله الحمض اقوله ايه؟ اتش. فالحمض المخفف يبقى خفيف على القلب يبقى لازم الحديد تكافؤه ثنائي. الاف ايه هياخد الكبريتات يبقى كبريتات حديد رمزها ايه؟ اف اي اس او 4 زائد الهيدروجين. اللي فيه حاجه صعبه بالنسبه له دلوقتي يقول لي واحده واحده اهو مع بعض. مش ده حمض مخفف؟ يبقى الحديد هيبقى تكافؤه كام؟ ومش الكبريتات ثنائية يبقى ده اسمه كبريتات حديد اتنين. جبتها ازاي؟ ده يا سيدي واحد وادي واحد اتنين الواحد بيروح لمين؟ يلا ادي الاف اي اس او 4 وادي الاتش اهي طلعت لوحدها اتش 2 زي ما بالظبط هنا الحديد خد الكلور والاتش 2 طلع تاني. صعبة؟ مكمل. لما اجي اقول لك كلوريد حديد 3 رمزها FeCl انتم مذاكرينها صح؟ كلوريد حديد 3 رمزه ايه؟ FeCl3 زائد هيدروكسيد امونيوم NH4OH اهو ده اسمه ايه ده؟ هيدروكسيد امونيوم سهل. يلا ظبط كلامك بقى معايا ده اسمه احلال مزدوج. يعني ايه احلال مزدوج؟ مزدوج ده يعني اتنين لاتنين ده هياخد ده وده هياخد ده يبقى انا ايه عملت احلال مزدوج ادي واحد اتنين واحد اتنين الواحد هيروح لمين والواحد ده هيروح لمين ممكن بعد اذنك تمليني ادي اف اي مع الاو اتش اهو اف اي او اتش الكل 3 ليه يا مستر ما هو الحديد هنا تكافؤه كام يبقى هيدي كتف ب 3 يلا لو سمحت بقى معايا ده اسمه ايه هيدروكسيد حديد 3 اسمه ايه هيدروكسيد زائد
الواحد يروح للاثنين ولا الاثنين تروح للواحد؟ الواحد يروح للاثنين، يبقى دي ايه؟ ان اتش 4 سي ال اهو اسمه ايه؟ كلوريد امونيوم. اسمه ايه؟ كلوريد امونيوم. ما يا مستر لو انا حافظ العناصر اللي قلت لي عليها اللي هي الفلزات والافلزات والمجموعات الذريه اللي اتفقنا عليهم الدنيا بالنسبه لي سهله، صح؟ يبقى ده رمزه ايه؟ كلوريد الامونيوم. رمز الكلور ايه؟ سي ال. الامونيوم ان اتش 4. تمام. شايف هيدروكسيد حديد 3 ده؟ جه امتى؟ لما فعلت. ده اسمه ايه؟ كلوريد حديد ها 3. طب وده اسمه ايه؟ هيدروكسيد امونيوم. اللي مش عارف ينطق معايا او منك بتذاكر. طيب بص كده، ثلاثة خد وهات، ثلاثة خد وإيه وهات. أولهم أوكزالات، ثلاثة خد وهات، أولهم أوكزالات. إيه رمز الأوكزالات؟ سي أو أو سي أو أو إف إي إي. أدي أول واحد، ده هو رمز الأوكزالات. اتنين يبقى ثلاثة خد وهات، أولهم أوكزالات، معاهم كربونات حديد. إيه رمز الكربونات الحديد؟ الحديد اف اي والكربونات ثلاثة خد وهات، أولهم أوكزالات، معاهم الكربونات. ما تنساش الكبريتات. إيه رمز الكبريتات؟ اس او 4. يبقى كبريتات الحديد اف اي اس او 4. دول الثلاثة دول تخلي بالك منهم قوي. مالهم يا مستر مالهم؟ اي واحد من دول هتعمل له عملية تسخين. ادي واحد اتنين تلاتة. بقول لك ايه، نعملهم فوق احسن عشان الدنيا تبقى باينة اكتر. يبقى تلاتة خد وهات، اولهم رمز الاوكزالات سي او او سي او او. تاني واحد الكربونات اف اي سي او 3. تالت واحد الكبريتات اف اي اس او 4. امتياز. سخن سخن سخن. الاولاني هسخنه بمعزل عن الهواء، هنا تسخين عادي بسخن عادي، هنا تسخين بشده، تسخين شديد. جميل قوي. ده هيطلع هيديني، بص كده، مش ده عندك ادي السي او، بص لي هو مش ده كده السي او. طيب وكده زائد سي او 2 زائد، بص كده اللي هو اكسيد حديد كام؟ اتنين. اللي هو اكسيد حديد اتنين. طيب هنا كربونات الحديد هيطلع ثاني اكسيد الكربون واكسيد حديد اتنين. طب كبريتات الحديد اللي بسخنها بشده هتديني ثاني اكسيد الكبريت، ثاني اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت، واكسيد حديد ثلاثة. اسمه ايه ده؟ الهيما. طيب اسمه اكسيد حديد ثلاثة. تاني واحدة بيطلع طلع ثاني اكسيد الكربون واكسيد حديد اتنين. ما هو ده سي او 3، ما هي دي سي او 2 او. طلع ثاني اكسيد الكربون وطلع اكسيد حديد اتنين. ومع الحديد والسي او 2. وصلت؟ والاخيرة بيطلع انواع غازات، عشان انت بتعمل تسخين شديد بيطلع ثاني اكسيد الكبريت وثالث اكسيد الكبريت واكسيد حديد ثلاثة. دلوقتي حضرتك تبدا تفكر كده، لو انا عملت دي بالظبط، تعالى هنا اهو، مش انت خدت دي كلوريد حديد ثلاثة؟ نصيحة للي بيذاكر معادلات الحديد، ارجع ذاكر العناصر، ارجع ذاكر اول الجزء بتاع الكربونات رمزها ايه والكبريتات ايه والكلوريد ايه، عشان لما كنت ببقى حريص ان كل واحد يبقى عارفها مش عشان فراغ. بص يا سيدي السبورة عاملة ازاي، لو انت مش مذاكر العناصر هيروغليفي على السبورة مش هتفهم حاجة. اجي هنا كلوريد حديد 2 اف اي سي ال 2، صح؟
بس انا عاوز اخليها FeCl3. يعني هاخد مثال تاني، زائد هيدروكسيد الصوديوم. الصوديوم رمزه ايه؟ Na. والهيدروكسيد OH، يبقى NaOH. سهل، احلال مزدوج 2 1 2. الواحد هيروح لمين؟ يبقى FeOH الكل كام؟ 3. مش ده 3 زائد ال Na كام؟ Cl. يبقى ده هيدروكسيد حديد 3 وده هيدروكسيد حديد 3. المهم ان دول محلول قلوي. محلول ايه؟ قلوي. دلوقتي بقى هنخش على جزء جديد وهو اكسيد الحديد المغناطيسي، رمزه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اكسيد حديد مغناطيسي، زائد حمض الكبريتيك او حمض الهيدروكلوريك، ولازم يبقى مركز. بقول لك ايه؟ فنيات كيمياء تخلي بالك منها. ايه هي؟ لما اجي اقول لك الثلاثه اخوات اللي هم اكسيد حديد 2، اكسيد حديد 3، واكسيد الحديد المغناطيسي، اهم اكسيد حديد 2، اكسيد حديد 3، واكسيد حديد مغناطيسي. الاخ الصغير بكل الناس تحبه بيتفاعل مع الحمض المخفف والحمض المركز، بيتفاعل مع الاثنين. طب اخواته الكبار ما بيتفاعلوش غير مع الكبير اللي زيهم. اكسيد حديد 3 اكسيد حديد مغناطيسي ما بيتفاعلوش غير مع الحمض المركز بس. خلاص، يبقى لما اجي اقول لك هنا اكسيد حديد مغناطيسي يبقى HCl ايه؟ مركز. ليه؟ ما هو ده الكبير، يبقى هيتفاعل مع المركز. نكتب بقى، بص ده اسمه اكسيد حديد ايه ده؟ مختلط. يعني ايه مختلط؟ فاكر لما قلت لك ال FeO وال Fe2O3 وجماعه اداني اكسيد حديد مختلط؟ لما تفاعلوا مع الحمض يظهر على حقيقته، بص كده هيظهر FeCl2 زائد، يبقى ده كلوريد حديد كام؟ 2. FeCl3 كلوريد حديد كام؟ 3. وميه. دلوقتي اكسيد الحديد المغناطيسي ده اكسيد حديد مختلط. يعني ايه مختلط؟ مختلط يعني في حديد جواه في قلبه حديد 2 وفي قلبه حديد 3. يبقى الاكسيد المختلط في قلبه كام حاجه؟ 2، حديد 2 وحديد 3. لما تفاعله مع الحمض المركز بيبدا الاثنين يظهر والثلاثه تظهر في النواتج، يبقى طلع كلوريد حديد 2. ما هو حديد كان فيه ثنائي، وكلوريد حديد 3. ما انا بقول لك انه مختلط ما بين 2 و3، فلما فعلت مع الحمض المركز ظهر 2 و3 وميه. مثال كمان، ادي يا سيدي ال FeCO4 اكسيد حديد ايه ده؟ مغناطيس مختلط من 2 و3. عارف ليه مختلط؟ لان لما بيتفاعل مع الحمض بيخلي بيطلع حديد 2 وبيطلع حديد 3، زائد حمض الكبريتيك رمزه ايه؟ H2SO4. سهل اهو، اكسيد حديد المغناطيسي ده لما يتفاعل مع الحمض الكبريتيكي المركز، بص لي بقى، اكسيد الحديد المغناطيسي لما يتفاعل مع الحمض المركز الحديد هياخد ال SO4 اهو، FeSO4 بقى اسمه ايه؟ كبريتات حديد 2، زائد الحديد هياخد الكبريتات ويبقى اسمه FeSO4. هنا هيدي كتف ب 2 والحديد يدي كتف بكام؟ ب 3. ما هو لازم النواتج يطلع 2 و3، يعني يظهر الحديد يدي كتف ب 2 والحديد يدي كتف ب 3 زائد الايه؟ الميه. يبقى لما اجي اقول لك اكسيد الحديد المغناطيسي لما يتفاعل مع الحمض المركز التقيل يديني 2 3 ميه. الحمض المركز لما يتفاعل مع اكسيد الحديد المغناطيسي هيديني حديد 2 و3 وميه. حلو الكلام؟ نعمل بقى كده واقول لك تعالى لي كل ده يبقى في دماغك حالا. ازاي؟ امسح السبوره وتشوف. نشوف بقى المعادلات اللي احنا قلناها، الحديد والحمض المخفف. بس انا عاوز اسال سؤالين الاول.
الحديد لما بيتفاعل مع العامل المؤكسد الحديد بيدي كتف بكام؟ 3. الحديد مع الحمض المخفف هيبقى خفيف على القلب بيخلي الحديد يدي كتف ب2. الحديد المغناطيسي لما بيتفاعل مع الحمض المركز التقيل بيديني 2 و3 ومية. التلاتة خد وهات اوكسالات كربونات كبريتات. الله على الوزن والقافية. الحديد اي معادلة هكتبها ناحية اليمين الحديد هيدي كتف التلاتة. اي معادلة هكتبها ناحية الشمال هيطلع لي حديد مغناطيسي. اي حاجة تحت حديد هيدي كتفي ب2 يعني الحديد ثنائي تاني. يبقى الحديد هنا كام؟ 3. الحديد هنا كام؟ الحديد تحت 2. تمام. الحديد هحط له كلور Cl2 عامل ايه؟ مؤكسد. يبقى هيدي حديد 2 ولا 3 عشان اي حاجة هنا برضو 3. يبقى FeCl كام؟ 3. اسمه ايه ده؟ كلوريد حديد 3. يبقى ده اسمه كلوريد حديد 3. همسك كلوريد حديد 3 هحط له زائد هيدروكسيد امونيوم. الامونيوم رمزه ايه؟ NH4. والهيدروكسيد او NaOH اللي هو هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم. طبعا ده بقول عليه محلول قلوي. بص هيديني ايه؟ مش ده احلال مزدوج 1 2 1 2. الحديد هياخد الاو اتش صح؟ يبقى يديني اف اي او اتش الكل. مش ده 3؟ واي حاجه هنا تديني 3 يبقى حديد وهيدروكسيد حديد 3. يبقى ده هيدروكسيد حديد 3 اللي هو بقول عليه راسب بني محمر. راسب بني محمر زائد النواتج التانية NH4Cl. طبعا احنا خدنا المعادلة بالتفصيل قبل ما ناخد المخطط. طيب شايف هيدروكسيد حديد 3؟ هسخن اعلى من 200 درجة مئوية. اسخن اعلى من 200 هيديني اكسيد حديد 3. ايه رمز اكسيد حديد 3؟ Fe2O3 اللي هو اسمه اكسيد حديد 3 اللي هو الهيماتايت اللي هو لون احمر بيدخل في الدهانات. عملت انت دلوقتي حديد كلوريد حديد 3 هيدروكسيد امونيوم هيدروكسيد حديد 3 اعلى من 200 اكسيد حديد 3. مسكت اكسيد حديد 3 هرميه في الفرنين. انهي فرنين يا مستر؟ مش احنا خدنا ان الهيماتايت بحطه في الفرن العالي او فرن ايه؟ او فرن ميدريكس. الفرن العالي مش اول اكسيد الكربون والفرن ميدريكس اول اكسيد الكربون والهيدروجين. مش كان بيديني الحديد مره ثانيه ولا ايه؟ صح؟ طبعا النواتج 3CO فيطلع هنا 3CO2 وهنا النواتج 3CO2 زائد 3H2O. يبقى بص انا عملت ايه؟ ادي اول جزء حديد كلوريد حديد 3 هيدروكسيد امونيوم هيدروكسيد حديد 3 اعلى من 200 اكسيد حديد 3 هرميه في الفرنين حمد لله على السلامه. لحظه المشوار ده كله تعبني. اشرب ميه واشم هوا. بص لي اشرب ميه او اكسجين 500 درجة مئوية هيديني اكسيد حديد كام؟ مغناطيسي. ما انا قلت لك اي حاجة هناك 3 واي حاجة هنا كام؟ مغناطيسي. يبقى يظهر Fe3O4 اسمه اكسيد حديد مغناطيسي او اللي هو الايه؟ الاسود او اللي هو الايه؟ المختلط.
او اللي هو الايه الماجنتايت. حديد كلور، بص انا اقول لك حديد وتقول لي انت الناتج. يلا حديد كلور كلوريد حديد 3 هيدروكسيد امونيوم هيدروكسيد حديد 3 من الاول. حديد كلور كلوريد حديد 3 هيدروكسيد امونيوم هيدروكسيد حديد 3 هسخن اعلى من 200 اكسيد حديد 3 هرميه في الفرنين حمد لله على السلام. ميه واكسجين حديد مغناطيسي، ميه واكسجين حديد مغناطيسي، حمض مركز تقيل، حمض مركز تقيل مع نص اكسجين، حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتيك مع نص اكسجين. طبعا ده ايه مركز وده ايه مركز. تمام، مش احنا قلنا ان اكسيد الحديد المغناطيسي، اكسيد الحديد المغناطيسي لما بيتفاعل مع الحمض المركز مش بيديني 2 3 ميه، يبقى اف اي سي ال 2 اف اي سي ال 3 وايه وميه. طب اللي بعده، مش ده حمض الكبريتيك المركز مع الحديد المغناطيسي اف اي اس او 4 اف اي 2 اس او 4 الكل 3 وميه. طيب اكسيد حديد مغناطيسي اللي هو الحديد المغناطيسي مع نص اكسجين اكسيد حديد 3. ايه اللي حصل لغايه دلوقتي؟ هنا حديد كلور كلوريد حديد 3 هيدروكسيد الامونيوم هيدروكسيد حديد 3 سخن اعلى من 200 اكسيد حديد 3 هرميه في الفرنين حمد لله على السلامه. ميه واكسجين، ميه او اكسجين حديد مغناطيسي حمض مركز تقيل 2 3 ميه، حمض مركز تقيل 2 3 ميه مع نص اكسجين اكسيد حديد 3. 3 خد وهات، 3 خد وهات، اولهم اوكسالات معاهم الكربونات، ما تنساش الكبريتات. الاوكسالات سي او او، كربونات الحديد اف اي، كبريتات الحديد اي واحده من دول بنعمل ايه تسخين. ده بسخن بمعزل عن الهواء، هنا بسخن عادي، وهنا تسخين شديد. هنا هيديني ايه؟ اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون واكسيد حديد 2. هنا كربونات الحديد هيديني ثاني اكسيد الكربون واكسيد حديد 2، ده اسمه كربونات حديد 2، هنا اوكسالات حديد 2، هنا كبريتات حديد 2. طبعا هنا يديني ثاني اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت واكسيد حديد 3. لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان الغاز ده ينفعنا في الباب الثاني اللي هو غاز ثاني اكسيد الكبريت. ده الغاز ده ذو رائحه نفاذه، الغاز ده ذو رائحة نفاذة، بيخدر ورقة من كرومات البوتاسيوم. يعني لو انت عندك ورقة وببلولة بمحلول الكرومات والورقة دي تشمت بس للغاز ده، يقوم الغاز ده مخلي الورقة مخضرة. يبقى الغاز ده بيعمل ايه؟ بيخدر ورقة من الكرومات. بيعمل ايه؟ بيخدر ورقة من الكرومات. مين اللي بيخدر ورقة من الكرومات؟ ثاني اكسيد الكبريت، ثاني اكسيد الكبريت. نكمل، بص كده، اجيب الحديد هفعله مع حمض الكبريتيك، رمز حمض الكبريتيك ايه؟ H2SO4، ده مخفف، واعمل كده H2
SO4 مخفف برضو. هنا الحديد هياخد ال SO4 وهيطلع مين؟ الهيدروجين، صح ولا لا؟ طيب ال FE هياخد ال SO4 ويطلع H2O وميه. في مشاكل؟ طيب نكمل دلوقتي. حضرتك فاكر لما قلت لك الحمض المخفف خفيف على القلب يديني حديد 2؟ تيجي هنا بقى تفاعله مع ال HCl المخفف هيديني FeCl2. FeCl2 ليه؟ عشان ده حمض ايه؟ مخفف خفيف على القلب يدي كتف ب2. هنا مع الكبريتيد تسخين هيديني FeS، اسمه ايه ده؟ كبريتيد حديد اللي احنا ذكرناه في اول الحصه. نفعوا صح؟ مذاكرتها نفعت. طيب تعال لي هنا، مهمة جدا الحتة دي، مهمة جدا. أكسيد حديد 3 ده هعمل له اختزال بأول أكسيد الكربون أو الهيدروجين عند درجة حرارة من 230 ل 300. يبقى ده عملت له اختزال، ده هيديني أكسيد حديد مغناطيسي. أكتبه بالأسود أهو، Fe3O4 زائد ثاني أكسيد الكربون. طيب لو فعلته أكسيد حديد 3 فعلته مع الحمض الكبريتيك، مخفف ولا مركز؟ مركز يا مستر، أصل أنت قلت لي حتة في الفنيات إن أكسيد حديد 3 والمغناطيسي ما بيتفاعلوش غير مع المركز بس. يبقى هنا H2SO4 المركز هيديني Fe2SO4 الكل 3، يعني هيديك كبريتات حديد كام؟ 3 زائد المية. دلوقتي نعمل ايه بقى؟ صلة الرحم بقى ما بين الاخوات وبعضها. مين الاخوات اللي عندي؟ الاخوات اللي هو اكسيد حديد المغناطيسي، اكسيد حديد 2، اكسيد حديد 3. بص كده اوصل لاخوه واعمل له كم اكسجينه؟ كم اكسجينه؟ يبقى هعمل عمليه اختزال بسي او او الهيدروجين، مش ده كانت العمل المختزل؟ من 400 درجة ل 700. طيب واعمل كده كم اكسجينة؟ واحدة. كم اكسجينة؟ اعمل اكسدة، ما خليك ذكي بقى. طيب كم اكسجينة؟ 3 بقت واحدة، اعمل اختزال او 3 اكسجين وبقت واحدة، يبقى هعمل اختزال ببرضو الهيدروجين او اول اكسيد الكربون من 400 درجة ل 700. افتكرت سؤال جميل جدا بيقول لك ايه؟ يختلف نواتج اكسيد حديد 3 باختلاف درجات الحراره، مش اكسيد حديد 3 لما هنا اعلى من 700 درجه مئويه، مش هنا اعلى من 700 درجه مئويه؟ اكسيد حديد 3 اعلى من 700 مش هيديني حديد، اكسيد حديد 3 من 230 300 مش هيديني حديد مغناطيسي، اكسيد حديد 3 من 400 ل 700 هيديني اكسيد حديد 2. سؤال كيمياء في دقيقة، سؤال كيمياء في دقيقة بيقول لك نواتج أكسيد حديد 3 تختلف باختلاف درجات الحرارة، الإجابة هتقول له إن أكسيد حديد 3 عند أعلى من 700 درجة مئوية هيديني الحديد، عند 230 ل 300 اختزال هيديك أكسيد الحديد المغناطيسي، أعلى أو اختزال من 400 ل 700 درجة مئوية هيديك أكسيد حديد 2، يبقى اختلاف درجات الحرارة إدالك نواتج مختلفة. ايه كمان؟ طبعا حضرتك شايف ان المعادلات ايه؟ خلاص نافوخك خلاص صح؟ ودي اخر معادله اهي، في نافوخك فوق اهي، اهي في دماغك فوق اهي. هحط حمض الكبريتيك المركز ودي اكبر معادله موجوده عندك، كل دي نواتج هتطلع امتى؟ لما فعل الحديد مع مين؟ مع حمض الكبريتيك المركز، هيديني كبريتات حديد 2 رمزها FeSO4، كبريتات حديد 3 رمزها Fe2SO4 الكل 3، ميه H2O وغاز ثاني اكسيد الكبريت ذو الرائحه النفاذه بيخدر ورقه من الكرومات، بيعمل ايه؟
بيخدر ورقة من الكرومات، كرومات البوتاسيوم طبعا، وده هنحتاجه في الباب الثاني، هنكون زبطنا بيه الدنيا. سؤال كمان، سؤال كمان مهم، يقول لك ايه؟ اسمعني، سؤال كيمياء بيقول لك ايه؟ ما وجه الاختلاف ما بين الحديد واكسيد الحديد المغناطيسي لما يتفاعلوا مع الحمض الكبريتيكي المركز؟ هتقول له مع المغناطيسي هيطلع كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 وميه. هتقول له الحديد مع المركز اديني كبريتات حديد 2 و3 وميه بس هيطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت اللي بيخدر ورقه من الكرومات. لو طلع غاز ثاني اكسيد الكبريت اللي بيخدر ورقه من الكرومات يبقى ده الحديد، ما طلعش يبقى ده الحديد الايه؟ المغناطيسي. اللي فات ده كوم، واهم حاجه في طريقه مذاكرته، اول حاجه بتعمل حضرتك الجزء ده لوحده، يعني بتبدا كده اهو. وبص خلي بالك انت بالظبط هتسمعش الكلام زي بالظبط الدكتور قال لك ايه، خد العلاج بعد الفطار مثلا والغدا، تقوم انت حضرتك واخده على السحور والعشاء، او انت مش واخده خلاص بقى ما انا كويس، ما انت ما بتسمعش الكلام، فتقوم الدنيا تبوظ اكتر، فتروح للدكتور وتقول له الحقني، يقول لك هو انت ما سمعتش الكلام، يقول له تقول له اه، يقول له طب اديني نفس العلاج، يقول لك ما هو العلاج الاولاني كده ما نفعش، هتضطر تاخد علاج تاني. فانت ليه بقى تدخل نفسك في الحوارات دي كلها؟ دلوقتي الدنيا موجوده اهي في دماغك، محتاجه ايه بقى مذاكره؟ اللي هقول لك عليه. اول حاجه بتبدا الجزء ده كده اللي هو ده، ولغايه ما ترجع لحمد الله على السلامه الحمد لله، تقول الحديد هحط كلور هيديني كلوريد حديد 3، هيدروكسيد الامونيوم هيديني هيدروكسيد حديد 3، هسخن هيدروكسيد حديد 3 اعلى من 200 هيديني اكسيد حديد 3، اختزل في الفرنين ارجع تاني للحديد. دي رقم واحد في المذاكره، وابدا اجيب الورقه وابدا اظبط معادلاتي. بالظبط. المثلث الثاني، تمسك الحديد بعد ما لفيت المشوار ده الله يعينك، اشرب بقى شويه ميه ونتنفس شويه هواء، تقوم داخل على الحديد المغناطيسي ومظبط الدنيا فيه، وتفعل الحمض المركز مع اكسيد الحديد المغناطيسي مع الحمض المركز مره واثنين، ومع النص اكسجين هيدي لك اكسيد حديد الثلاثه. النقطه الثالثه، تمسك الثلاثه خد وهات الاوكسالات والكربونات والكبريتات، وتبدا تربط النواتج بتاعتهم، هتسخن ده ويطلع ناتج، تسخن ده يطلع الناتج، تسخن ده يطلع لك الناتج. تخش على المرحلة الرابعة، صلة الرحم ما بين الإخوات، هتعمل اختزال، أكسدة في اختزال، تلاقي نفسك ثلاث ارباع المخطط بين إيديك. طب يا مستر الأسئلة بتيجي إزاي؟ بص لي على السبورة. ماذا يحدث عند إمرار بخار المية؟ مين المية؟ أهي. على الحديد المسخن أهو. إيه اللي هيحصل؟ هيديني؟ حلو. ثم فاعل الناتج اللي هو ده مع حمض الكبريتيك المركز اللي هو ده علشان يديني كبريتات حديد 2 و3 وميه. السؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد خلص خلاص. خد سؤال كمان، سؤال كيمياء تاني، بيقول لك ايه اللي يحصل عند امرار الهواء الساخن اهو على الحديد المسخن لدرجه الاحمرار اهو، ايه اللي هيحصل؟ هيديني اكسيد حديد مغناطيسي، ثم فاعل الناتج مع حمض الهيدروكلوريكي المركز هيديك كلوريد حديد 2 كلوريد حديد 3 وميه. سؤال كيمياء ثالث، بيقول لك امرار غاز الكلور على الحديد المسخن هيديني كلوريد حديد 3 ثم اضافه محلول النشادر، هحط هيدروكسيد الامونيوم هيديني هيدروكسيد حديد 3 الراسب البني المحمر. سؤال كيمياء، ماذا يحدث عند تفاعل الله على السؤال ده، سؤال كيمياء نحله في دقيقه، ماذا يحدث عند تفاعل حمض الكبريتيك مع اكسيد حديد 2؟ فين اكسيد حديد 2 اهو، لما فعله مع حمض الكبريتيك هيديني كبريتات حديد 2 وميه. طب لما فعل حمض الكبريتيك مع اكسيد حديد 3، ادي اكسيد حديد 3، لما فعلها مع حمض الكبريتيك هيديني كبريتات حديد 3. طب ايه اللي بيحصل لما فعل حمض الكبريتيك مع اكسيد الحديد المغناطيسي؟ هيديني كبريتات حديد 2 كبريتات حديد 3 وميه. ماذا يحدث عند تسخين كبريتات حديد 2؟ مش دي الكبريتات 3 خد وهات؟ ادي الكبريتات، ايه اللي يحصل لما سخنها؟ هيديني ثاني اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الكبريت، اكسيد حديد 3.
يجي السؤال يقول لك ماذا يحدث عند تسخين هيدروكسيد حديد 3 اعلى من 200 هيديني اكسيد حديد 3. سؤال السنه اللي فاتت السنه اللي قبل اللي فاتت جه قال لك ايه بالظبط المخطط كان كده بالظبط عمل له كده حديد وحط له هنا كده وحط له هنا اهو سي ال 2 تسخين وهنا الف حلو حطينا هنا محلول قلوي اداني ب سخنت اداني ج اختزلت اداني حديد يلا يا باشا قول لي مين الف ومين ب ومين ج كلور يديني ايه كلوريد حديد 3 محلول القلوي لما احط هنا كلوريد حديد 3 مش المحلول القلوي اللي هناك هيديني هيدروكسيد حديد كام 3 لما سخن هيدروكسيد حديد 3 يديني ايه اكسيد حديد 3 هو مش انا لما اعمل اكسيد حديد 3 اختزال ارجع للحديد حمد الله على السلامه طب انا دلوقتي لو انت السؤال ده جالك وانت مش عارف تظبط الخطه دي هتعرف تحل حلو الكلام يجي يقول لك لازم برضو تذاكر كده من كربونات الحديد سؤال كيمياء في دقيقه كربونات الحديد كيف تحصل على اكسيد حديد مغناطيسي اهو مش دي كربونات الحديد ايه هنزل تحت ايه همشي كده ولا مش هعمل حاجه غير ان اسخن طب انا لما اسخن هيديني اكسيد حديد كام 2 اعمل له اكسده يديك اكسيد حديد كام 3 اختزل يديك اكسيد الحديد المغناطيسي يبقى انت ازاي تجيب من الكربونات اكسيد الحديد المغناطيسي اعمل ده اسخن واعمل اكسده من الاكسالات كيف تحصل على اكسيد حديد 3 اول حاجه اسخن بمعزل عن الهواء بعد كده يديني حمض هنا اكسيد حديد 2 احط حمض الكبريتيك يديني كبريتات حديد 2 اسخن بشده يديني ثاني اكسيد الكبريت وثالث اكسيد الكبريت واكسيد حديد 3 اللي احنا محتاجينه في بقى حته فنيات بقى فنيات كيمياء إذا لقيت في السؤال كلمة تحميص أو تسخين بشدة أو تسخين في الهواء لفترة طويلة على طول وانت مغمض عينك هيديك أكسيد حديد 3 اللي هو فين؟ اللي هو ده اديني أمثلة لو ادالك أكسالات حديد 2 وقال لك تسخين بشدة على طول مش مستر حسام قال لك الفنيات لما تسخن بشده او كتير في الهواء او تحميص هيديك اكسيد حديد 3 يبقى اللي يحصل لما اسخن الاكسالات اعملها تحميص او اسخنها في هواء بشده هيديك اكسيد حديد 3 ودي يبقى هنا النقله السريعه بس اكتب عليها ايه تحميص 2 اجي اقول لك الكربونات الحديد عملت لها تحميص يديني اكسيد حديد 3 ايه ده اي حاجه تحميص اي حاجه تحميص يدي لك اكسيد حديد 3 واصله دي طيب اكسيد الحديد 3 نسبه الحديد فيه ب 69% نسبه الحديد في المغناطيسي 70% طبعا الفرق مش كبير الفرق مش كبير وصلت طيب قول لي ازاي يحصل من الحديد على اكسيد حديد 3 اعمل ايه احط ايه كلور يديني كلوريد حديد 3 هحط ايه هيدروكسيد الامونيوم هيديني هيدروكسيد حديد 3 هسخن اعلى من 200 هيديك اكسيد حديد 3 سؤال كيمياء بيقول لك بدءا بالاكسالات كيف تحصل على اكاسيد الحديد 3 بدءا بالاكسالات كيف تحصل على اكاسيد الحديد 3 هسخن بمعزل عن الهواء يديني اكسيد حديد 2 ادي اول واحد اعمل اكسده يديني اكسيد حديد 3 اعمل اختزال يديك اكسيد الحديد المغناطيسي جبتهم لك الثلاثة هو ليه صحيح اكسيد الحديد المغناطيسي ده اكسيد مختلط لان لما بيتفاعل مع الحمض المركز بيديني ايه حديد 2 و3 وميه السؤال بيقول لك ايه ليه اكسيد حديد 3 واكسيد حديد مغناطيسي بيتفاعلوا مع المركز بس لازم تعرف الـ FeO والـ Fe2O3 والـ Fe3O4 ده أكسيد حديد كام؟ 2
وده أكسيد حديد كام؟ 3. وهنا عدد تأكسد الحديد ب 2.6، دي حالات التأكسد في الثلاث أكاسيد. فهو قالك إن عند زيادة التأكسد، يعني لما زود عدد التأكسد بتقل الصفة القاعدية. معنى الصفة القاعدية بتقل، يبقى ده لازم يتفاعل مع الحمض المركز التقيل، ما يتفاعلش مع الحمض المخفف، مش هيحصل تفاعل. يبقى كل ما الصفة القاعدية بتقل، كل ما الحمض محتاج انك تفاعله مع حمض مركز. طب يا مستر يعني ايه صفة قاعدية؟ الصفة القاعدية دي عاملة، فاكر انت الحمض والقاعدة؟ لازم تعرف حاجة مهمة جدا، ان الحمض والحمض لا يحدث تفاعل، القاعدة والقاعدة لا تحدث تفاعل. امال مين اللي يتفاعل مع مين؟ الحمضة تتفاعل مع القاعدة. طب انت دلوقتي الصفة القاعدية قليلة، ضعيف، تقوم حاطط له حمض خفيف؟ لا، يبقى لازم تحط له الحمض المركز. وصلت؟ تمام. يبقى خلاصة بتقول لك ان انت اكسيد الحديد 2 والمغناطيس، اكسيد حديد 3 والمغناطيس، ليه بيتفاعلوا مع المركز بس؟ لان حالات تأكسدهم كبيرة 2.6 و3، وكلما زادت عدد التأكسد قلت الصفة القاعدية، يبقى انت محتاج تجيب حمض مركز. وصلت؟ سؤال كمان مهم قوي قوي. شايف بص كده، والله العظيم من اهم الاجزاء اللي بقولها دلوقتي الفنيات دي. الفنيات دي بتقول لك ايه؟ بيقول لك ليه اكسيد دلوقتي اكسيد حديد 2 واكسيد الحديد المغناطيسي واكسيد حديد 3. دلوقتي حضرتك ادي الاف في او ده موجب 2، وده ب 2.6، وده ب 3. ده بيتأكسد. يعني بيتأكسد يعني بيفقد الكترونات. لما اجي اقول لك العنصر ده بيحصل له اكسده، يعني بينزف الكترونات، يعني بيفقد الكترونات. طيب الاثنين تنفع اعمل لها اكسده، واعرف اعمل لها اكسده تاني، ما هو ده فاقد 2 جنيه، هيبقى فاقد 2.6 او 3 عادي. طيب ال2.6 لما هتفقد تبقى ايه؟ 3، يبقى عملت له ايه؟ اكسده. طب اكسيد حديد 3 لما بعمل له اكسده ما بيحصلش حاجه، ما بيتعملوش اكسده. أكسيد حديد 3 لا يحدث له أكسدة. أكسيد حديد 3 لا يحدث له أكسدة. ليه؟ لأنه أكسيد حديد 3 فاقد الثلاث إلكترونات بتوعه، هتفقد منه إيه تاني؟ هتأكسد إزاي؟ يبقى لا يحدث له أكسدة. أمال مين اللي بتأكسده؟ أكسيد حديد 2 وأكسيد الحديد المغناطيسي.